حتى نحكم فقهيا بهذه الأفضلية لابد حينئذ من دليل. نحن نتعبد بما قاله أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهذه الروايات المتكثرة عنهم كلها يعني الغالب عليها قولهم اللهم صل على محمد وآل محمد بهذا النص، حتى أننا لا نقول مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، حتى هذه على لا نضيفها. لماذا؟ لأن الخير أن نلتزم بما قاله أئمة أهل البيت عليهم السلام، هم أعرف بهذه الشريعة. ذات مرة جاء شخص إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال له علمني دعاء أدعو به في أدبار الصلوات، فالإمام قال له اكتب مضمون الرواية. قال اكتب، كتب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا الشخص حينما بدأ يكتب كتب اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. الإمام عليه السلام استوقفه وقال له لما أضفت والأبصار؟ قال أليس الله بمقلب القلوب والأبصار؟ قال بلى، ولكن قل كما أقول. إحنا أعرف، إحنا أمة أهل البيت، إحنا أعرف بما نقول. صحيح أن المعنى صحيح أن الله مقلب القلوب والأبصار، ولكن أنت وظيفتك الشرعية إذ تأتم بنا أهل البيت أن تقول كما نقول. نحن أعرف بالمصالح، بالمفاسد، بالحكم، بالعلل، نحن أعرف بذلك، فقل كما أقول، احذف والأبصار. فنحن حين نطالع الروايات عن أهل البيت عليهم السلام نجد فيها الغالب فيها قولهم اللهم صل على محمد وآل محمد، بلا إنكار أن هنالك قسما من الروايات في الأدعية كما في دعاء كميل مثلا ونحو ذلك من الأدعية الشريفة فيها قولهم صلوات الله عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وآله مثلا، فيه لفظ سيدنا. بعض الكتب أي الرسائل التي صدرت عن إمامنا ومولانا صاحب الزمان عليه السلام الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر عليه السلام فيها أيضا وصلى الله في ختام كتابه مثلا الذي كان يوجهه إلى بعض سفرائه أو وكلائه، فيه هكذا أيضا في آخر العبارة وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، شيء من هذا القبيل. وأنا حين أبدأ أيضا محاضراتي، الأخ بندر لو يراجع محاضراتي بعدما أقول القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني، أقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كثيرا ما أيضا أقول سيدنا صلى الله عليه وآله، وهو لا شك سيدنا وسيد سادتنا صلوات الله عليه وآله، ولكن الجاري على اللسان يعني ما نجعله يتكرر على اللسان دوما هو ما كان يجري على ألسنة الأئمة الأطهار عليهم السلام، وفي هذا الكفاية. ثم إن في آثار أهل الخلاف أيضا ما فيه خلو من ذكر لفظة سيدنا لما طلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يعلمهم كيف الصلاة عليه. الروايات عند أهل الخلاف كثيرة في هذا المعنى، وللأخ بندر أن يراجعها، أنه لما نزل قوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه وقالوا له يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم يأتي في تلك النصوص قوله صلى الله عليه وآله قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. أنت تقول أكمل وأفضل أن تقول هكذا، هذه الأكملية والأفضلية في الميزان الفقهي بحاجة إلى دليل شرعي. كلتا الصيغتين حسنة، كلتاهما حسنتان، إلا أننا نقول إن الجاري على الألسن هو ما كان جاريا على لسان النبي وأهل بيته الأطهار عليهم السلام، وفيه الكفاية والبركة إن شاء الله تعالى.